في عام 1950، وبينما كانت الفنانة الشهيرة كاميليا تعاني من آلام حادة في معدتها، قررت السفر إلى سويسرا بحثاً عن العلاج. اتصلت بشركة الطيران بحماس لحجز تذكرة على أقرب طائرة متجهة إلى سويسرا، لكن المدير أحبطها بخبر أن جميع التذاكر قد نفدت. لم تستسلم كاميليا وواصلت الإلحاح، مما دفع المدير إلى وعدها ببذل كل ما في وسعه لتأمين تذكرة لها. وقبل موعد الرحلة بساعات قليلة حدثت المفاجأة، تنازل أحد الركاب عن تذكرته، وبهذا تمكنت كاميليا من الحصول على مقعد في الطائرة. شعرت بسعادة غامرة وسارعت إلى المطار. بعد إقلاع الطائرة من مطار القاهرة تحول الحلم إلى كابوس، حيث سقطت الطائرة بشكل مأساوي في محافظة البحيرة. وكان الشخص الذي تنازل عن تذكرته لكاميليا في اللحظة الأخيرة ليس سوى الكاتب الكبير أنيس منصور. وقد دون منصور هذه القصة المؤثرة في أحد مقالاته بعنوان ماتت هي لأحيا أنا، ليخلد تلك اللحظة التي غيرت مسار حياته.